الجامعة في إطار الاهتمام ديالها بالقضية الوطنية وأيضا الامتداد الاهتمام ديالها بحقوق الإنسان، بحيث الجامعة ديالنا والكلية حقوق خصوصا الدار البيضاء كانت سباقة في الاهتمام بحق حقوق الإنسان على الصعيد الوطني منذ عدة عقود، ومروا أساتذة كبار اللي اليوم كان عندهم واحد الدور كبير يعني في إغناء اليوم الحق لحقوق الإنسان، لا من ناحية تكوين الأطور ولا من ناحية الترافعات على الصعيد الدولي. يعني امتداد يعني هذا التموقع المؤسسة ديالنا اليوم ينظم المصر القانون الدولي والترافع الدبلوماسي، يعني واحد الندوة اللي فيها خبراء أولا من أساتذة داخل المؤسسة ديالنا وأيضا ممثل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والحفاظ على الحريات العامة، المقر ديالها بالولايات المتحدة، واللي كان عنده واحد الدور يعني مندوب من هاد يعني المنظمة باش يقوم بأبحاث في الأقاليم الجنوبية المغربية على واقع حقوق الإنسان، وكانت له إدلاءات بأن المغرب منظم يعني أحسن تنظيم، وهناك يعني تنظيمات جمعوية وأيضا منظمات اللي كتهتم بحقوق الإنسان، كانت له شهادات يعني في سنة 2020 خلال التقرير اللي رفعه الأمين العام للمنظمة وأيضا اللي وصل الأمين العام للأمم المتحدة، اللي كانت فيه شهادات بأن المغرب اليوم يعني ساري في إطار ترسيخ حقوق الإنسان كمبدأ من مبادئ الحكم الذاتي الذي اعتمد منذ 2007، واللي المغرب اليوم كيعمل على إرساء يعني مبادئ حقوق الإنسان وأيضا يعني بمشمولها يعني كتضمن أولا حقوق يعني الحريات وأيضا الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية وأيضا الحقوق التشاركية، بحيث كان واحد المنظور شمولي اللي كيعطي المواطن في الأقاليم الجنوبية جميع حقوقه ومساهمته في النهضة الاقتصادية والاجتماعية اللي كتعرفها بلادنا وخصوصا الأقاليم الجنوبية.